يدرك أهل أجدابيا مثل الكثير من سكان المدن الليبية أن الحسم الأخير ضد القذافي سيكون في طرابلس، وعلى هذا الأساس خرجوا للتضامن معهم ومع سكان المدن الغربية المحيطة بالعاصمة الذين يواجهون بقوة الكتائب التابعة للنظام. طرابلس بدت في الساعات القليلة الماضية في حالة هدوء غير معلنة بسبب ما يقول شهود عيان انها اشبه بهدنة قصرية لجأ اليها النظام مع وصول بعض الوفود الاعلامية الاجنبية، علما ان الصور الواردة من طرابلس تظهر خطورة المواجهة التي دارت يوم الجمعة الماضي. وما يبث على شبكة الانترنت يظهر بعضا من ضريبة الدم التي يدفعها المحتجون، لاسيما وانهم يواجهون كما تظهر الصور المنشورة باسلحة ثقيلة تستخدم عادة ضد الاليات. يضرب في مواطنين مصراتة في المطار مواطنين عزة. عينة اخرى من مطار مصراتة حيث يقول المنتفضون انهم واجهوا رصاص المضادات الجوية وبعضهم تمت تصفيته حتى بعد اصابته. الصعوبة التي يجدها البعض في التقاط لحظة سقوط الشهداء تكون أكثر صعوبة عندما يتعلق الأمر بمن يقف خلف الكاميرا.